أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إصدارات الكتب، والذي نستعرض فيه أبرز ما تم إصداره من الكتب والمطبوعات في الوطن العربي والعالم أجمع. وسوف نأخذكم طيلة حلقتنا في جولة ثقافية معرفية حول كافة الإصدارات الثقافية والأدبية وحتى العلمية. في حقيقة الأمر، لا أحد يستطيع إنكار حقيقة مسلم بها، وهي أن الكتاب المفيد ينفع قارئه، والقارئ الجيد ينفع مجتمعه، والمجتمع الذي يهتم بالمعرفة ويسود فيه القراء ورواد المكتبات يخرج من رحمه أبطال ينفعون العالم بأسره بل يقودونه. فالكتاب أحد الروافد المهمة للثقافة والإبداع والحياة أيضاً، وما زال دوره قائماً، وبإمكانه إحداث الفارق في كافة تفاصيل الحياة البشرية. ولذلك يقال إن الكتب هم الأصدقاء الحقيقيون الذين لا يخطئون أبداً، وعليه فيمكن القول إن عملية اختيار الكتب هي أمر ضروري لكل قارئ. في حلقة اليوم نتناول مجموعة قيمة من الكتب، نبدأها بكتاب صادر عن مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، وهو كتاب الديوان الغربي للشاعر العربي من تأليف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب والدكتور إيهاب النجدي. في هذا الكتاب رصد لقصائد عربية كاملة في مجال إبراز صورة الغرب في الشعر العربي لشعراء عرب راحلين وأحياء. تحدثت هذه القصائد عن الغرب في كل مناحي الحياة، ورصدت منعرجات الأحداث بدقة مشاهد العيان وبنفسية المعاني المتعرض للأحداث مباشرة. وقد سعى الكتاب إلى انتخاب جملة من نصوص الشعر العربي الحديث التي تمثل رؤية الإنسان العربي من الآخر الغربي، بما يفصح عن منابعها وسياقاتها وتوجهاتها، وما يكشف عن قيمها الفنية وطاقاتها الإبداعية. وقد رأت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية إصدار هذا الكتاب بمناسبة انعقاد ملتقى الشعر من أجل التعايش السلمي في دبي، ليكون في أيدي الباحثين والدارسين. الكتاب صدر في جزئين، وعدد صفحاته 854 صفحة. كتب تصدير هذا الكتاب الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، وقال في تصديره: صار حوار الثقافات والحضارات موضوع الساعة الراهنة، وبالتالي الموضوع الحيوي للمستقبل برمته لاستمرارية بناء هذا الكوكب وسلامة من يعيشون عليه. ولم يكن هذا الحوار غائبا في الماضي، بل كان يطفو على سطح العلاقات الدولية أحياناً ويغور في القيعان أحياناً أخرى، لكن في كل الأحوال لم ينقطع التأثر والتأثير بين الثقافات والحضارات بأشكال ومظاهر عديدة. وكان الشعر في مقدمة عوامل التأثر والتأثير، إذ لم نقدم في معظم الأوقات نفراً من الشعراء في الغرب تنبهوا للشرق وفضائله الإبداعية وتراثه الأدبي والحضاري الواسع، فنهلوا منه وأبرزوه في ثنايا إبداعاتهم. وبالمقابل كانت هناك نخبة من مبدعي الشرق والعرب في المقدمة، منهم قد تأثروا بمعطيات الغرب الحضارية الجديدة التي دفعت العالم إلى الأمام. كتاب قصيدة للأمير عبد القادر هو كتاب مستلهم من شعر مدح للكاتب البولوني سيبريان كاميل نورويد، الذي توفي عام 1883. يثني الكاتب فيه على دور الأمير عبد القادر الجزائري في إنقاذ الآلاف من المسيحيين في بلاد الشام خلال القرن 19. وجاء الكتاب بالتزامن مع إحياء الذكرى المئوية 2 لميلاد هذا الشاعر
في إطار التبادل الثقافي بين الجزائر وبولونيا. وبحسب الناشر، فإن الكتاب يسلط الضوء على ذكاء شخصيتين على قدر كبير من التسامح، إذ إنهما لم يلتقيا أبداً إلا أن تبادلاً صحفياً قد جرى بينهما، بحيث نجحا في تجاوز اختلافهما الديني والحضاري والثقافي ليسمح بذلك بالتقاء عالمين توحيديين مختلفين، وتتفق رؤيتهما حول الإنسان والحق في الحياة. من جهة أخرى، تناول الكتاب حياة الأمير عبد القادر الجزائري بصفته قائدا استراتيجيا ومحاربا فذا، علاوة على جوانبه الغامضة والعاطفية القريبة من فكر ابن عربي الذي يعد أحد القادة الروحيين والبارزين للصوفية المعاصرة. مجموعة قصصية بعنوان فريق البطاطس للكاتب طارق محمد مساعد الصالح، متضمنة 10 قصص تنهل من الواقع ومضات ممزوجة بخيال أدبي جميل، تارة تجنح إلى السخرية والتهكم، وتارة أخرى تتوغل في سوداوية الواقع المعيش، كما جاءت الحكاية بلغة بليغة محكمة تبحث عن إيصال المعنى بطريقة سلسة وبسيطة. وفي الوقت ذاته، من يدقق كثيرا في المضمون سيفتح باب التأويل على مصراعيه لا يوصده إلا عقب ترتيب الأفكار التي جالت في مخيلته. دون الكاتب في الصفحات الأولى جملة مختصرة مفيدة قال فيها: شكرا للجانب المشرق من كورونا الذي فجر بعض المواهب الكامنة، فالعتمة التي خلقتها الجائحة تتسع رويدا رويدا، والمشكلات تتمدد، وفترة مكوث كورونا تتضاعف، وآثارها تفرض سطوتها على الإنسان والمجتمع والدول. وضمن هذا السياق الذي يراه الكاتب مشرقا، يسكب أفكاره على نسيج القصة، فيسرد تفاصيل حكاياته مستقيها من تفاصيل حياته اليومية. من ضمن المجموعة القصصية مجموعة بعنوان بنيدر، فيقول الكاتب: ينظر حسام إلى ساعته مدركا أن الوقت قد حان ليعود أدراجه، فقد قاربت الساعة 1 صباحا، لقد أمضى سهرته مع الرفاق في شاليه صديقهم خالد، ودع أصدقاءه واتجه نحو سيارته بمزاج عال، ركب السيارة وأخرج هاتفه ليختار الأغاني المفضلة إليه ليستمع إليها في الطريق، حيث كان هذا الوقت هو الوقت المفضل لديه للاستماع. وبينما لم يكن منتبها للطريق وهو ممسك بهاتفه، ارتجت السيارة ولكن سرعان ما عاود السيطرة عليها. بعدها استوعب أنه اصطدم بشيء ما. ومن خلال هذا الجزء من القصة يظهر الحنين إلى الماضي بكل تفاصيله، ولا يبدو أن الذكريات فقط تخص حسام وحده، بل ثمت أمور أخرى يحن إليها، لكن حادث الاصطدام أخرجه من الماضي الجميل الذي يعيش حبيسا فيه. كتاب آخر في حلقتنا بعنوان القوة الثالثة، المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية، من تأليف آن فلوريني وترجمته إلى اللغة العربية تانيا بشارة. صدر الكتاب في طبعته الأصلية عام 2000، بينما صدرت الطبعة العربية عام 2005 في 272 صفحة. يتحدث الكتاب حول توسعات منظمات المجتمع المدني بشكل كبير، خاصة مع التطور الهائل في وسائل الاتصالات والميديا التي استطاعت أن تشكل قوة تتخطى حدود الدول. يستعرض هذا الكتاب كيفية تكون مؤسسات المجتمع المدني العابرة للحدود، ويلقي الضوء على مساهمتها من أجل التأسيس لمجتمع إنساني بعيد عن المخاطر والحروب، محاولاً
تكوين رؤية شاملة للوضع العالمي لهذه المنظمات، مع التطرق لأفكار وتجارب عدد من المفكرين والناشطين المهتمين بدور المجتمع المدني من أجل مساعدة صانع السياسات ورجال الأعمال على وضع سياسات أفضل للمجتمعات والشعوب، كما يركز على أهمية هذه المؤسسات كوسائل ضغط للإصلاح في الدول النامية. القراءة منبع المعرفة الأول للإنسان، فلقد ارتقت الحضارات الإنسانية وما زالت ترتقي بالقراءة وتحصيل العلوم والمعارف من خلال الكتب ثم بوسائل التكنولوجيا الحديثة. وبالرغم من التكنولوجيا التي غزت كل شيء، إلا أن القراءة ستبقى على عرش المعرفة. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البنطين الثقافية.